كنت أقضي معظم وقتي بالشارع لأهرب من البيت، وكان في كتير رجال يفكروني بشتغل بشي بيطلبوا مني قصص مزعجة. كان خيي حرقني بفحم الأرجيلة كل ما طلع عباله، ومرة حمل ملعقة وصار يكبس على جسمي. كان يجبرني صور حالي أنا وشارحة كل شي، وصير فوت أشياء بجسمي وأبعت له الصور. جمعية حماية تأسست بشهر أيار سنة 2009، هدفها التدخل والمتابعة الاجتماعية والنفسية للأطفال اللي تعرضوا لعنف من خلال برنامجين، برنامج الحصانة والمرونة وبرنامج التدريب. بيي كان عصبي ما كان طبيعي، كان يضل يضربني، ولما مات خي عوض كل الفرق وكتر. صرت فشت خلق العيلة كلها، وأمي صارت تشتغل بالبيوت ولا تلحقنا، وزوجت أختي الكبيرة لأول حدا إجا وقالت هيك ما بتتحمل مسؤوليتها، وأنا تركت البيت. الشارع كان أأمن من البيت. اضطرينا أنه نلجأ للمحكمة لحتى نكون عم نعمل ملف حماية لجيسيكا. من خلال هيدا الملف الحماية عم نطلب أنه هي تكون بمركز داخلي عم بيتأمن لإطار سليم أكتر يساعدها على تكوين ذاتها من جديد. جاء البي لعنا على جمعية حماية وعم يقول أنه أنا خلاص استعملت كل الطرق وما عاش عم بقدر لهيدا الصبي، ما عم نقدر نضبطه. خبرنا شوي أنه صبي كتير بيعنف برا، بينطر الولاد على حد المدارس بيضربون. آخر مرة توقف عند الدرك بعمر 14 سنة. قعدت حكيت معه لجد، جد قال لي أنه عطولي بينضرب بالبيت مثل آخر مرة وقتها توقف عند الدرك. كان أساسون بالبيت أنه إخواته الكبار حطوا على الدولاب، زربوه بالبيت، يضربوه بالمسامير. من أنا وصغير كان خيي يضربني ويجوا أهلي على صوتي، وما كان يخليهم يدافعوا عني. كان إذا حدا يمزح معي ما أقبل المزح، كنت بلش فيه خبيط. كنت أضرب الأولاد وبرجع بالبيت خيي يضربني. تعرفت على بنت على الإنترنت، كان عمرها من عمري. كنا نحكي كل يوم، تخبرني مشاكلها وخبرها مشاكلي. طلبت مني أبعت لها صورتي بلا تياب تتشوف إذا جسمها مثل جسمي. ووقتها بعت لها الصورة، فجأة خبرتني إنه هي شاب، وبلش يهددني ويطلب مني أتصور بلا تياب وإلا بفرج الصورة لبيي. أنا خفت كتير، وخفت إنه شو معقولة يعملوا أهلي وأصحابي إذا عرفوا. وضلينا هيك عشي 3 سنين. صار يطلب مني لقيه بمحلات ويجبرني أعمل له اللي بده إياه. بحماية أنا برنامجين، البرنامج الأول هو تدريب، والبرنامج الثاني هو برنامج الريزيليانس الحصانة والمرونة. التدريب هو برنامج بيمكن الأولاد تحت 18 سنة أنه يكتسبوا مهارات حياتية، تا أول شيء يبنوا حالهم بشكل عام، تاني شيء تا يمتلكوا تقنيات عملية في حال صادفوا حالة عنف يتمكنوا يحطوا حدود. برنامج الحصانة والمرونة برنامج دقيق، تدخل تبعه دقيق أكتر بكتير، بمعنى أنه هو بيتدخل من خلال معالج نفسي ومساعدة اجتماعية بحالات عايشين حالات عنف. هول الحالات فيهم يوصلوا على برنامج الريزيليانس من خلال برنامج التدريب أو من خلال اتصالات من جمعيات ومؤسسات نحن نشتغل معهم من خلال وزارة الشؤون. جمعية حماية بتشتغل مع الأطفال المعنفين وعائلاتهم على مستويين، برنامج التدخل الخارجي من خلال مكاتبها بحلبة صغرتا، المنصورية وزحلة، حيث تستقبل الأطفال وعائلتهم المعرضين لعنف، يأخذوا جلسات العلاج والمتابعة النفسية بهالمراكز وبعودوا إلى منازلهم. بالمستوى العمل الثاني من خلال مركزها الداخلي ببرمانة، هو مركز استقبال مراهقين ومراهقات أعمارهم 12 ل18 سنة، مركز داخلي. نحن بحاجة ل استحداث مركز اسمه مركز استقبال حالات طارئة، إضافة إلى بعض الحالات اللي هن أطفال معرضين للخطر والعنف وبحاجة فوراً ينشالوا من المكان اللي موجودين فيه.
أول ما وصلت جيسيكا على مركز حماية كانت شخص كتير عدواني، ما كانت تفرق معه أنه في نظام للمركز. نشغل معه على كل هيدا السلوكيات بالمتابعة على الأرض والمتابعة النفسية والاجتماعية اللي كانت عم بتصير، لحين أنه بلشت تستوعب أنه هي لازم تسأل حالها أنا شو عندي. صار عندي اليوم طموح وأخذت شهادة بالمكياج، قبل ما كان في شيء منه، وهلا عم بشتغل بمحل تياب وعايشة كتير مبسوطة. رجعت عبيت أهلي ما تغيروا كتير، بس أنه أنا تغيرت، صرت أعرف دافع عن حالي. أهم شيء أنه ما بقى أسمح باللي كان يصير. طلعنا عند القاضي، عملنا لجاد ملف حمايي حتى ينحط عنا بالداخلي، ومثل حطينا معه أنه خطة عمل لمستقبله. تعلمت كتير أشياء، وتعلمت أنه مش كل مرة كنت معصب بضرب حدا، صار في مين أحكيه وفضفضله. أنا وبحماية تعلمت مهنة أدوات صحية وعم بعمل فيها ستاج، وبكرة بس أطلع من حماية بدي أشتغله. بالصدفة شفت صفحة لحماية على الإنترنت، تواصلت معهم وخبرتهم قصتي. خبروا الدرك واكتشفوا أنه في غيري أكثر من 200 بنت قصتهم مثل قصتي. حماية ساعدونا وساعدوا البنات البقية. أنا هلأ كتير مبسوطة لأنه هيدا الشخص اللي اعتدى علي وعلى كتير غيري هو بالحبس من ورايا. لازم كل بنت عاشت مثلي تلاقي حدا يساعدها، لأنه حرام يضل ويصير هيك. بعد 6 شهور لما أرجع عند أهلي بدي أشتغل بالمصلحة اللي تعلمتها وأفتح محل إلي. بتمنى من كل بنت مرقت بهالشي ما تسكت، وتعرف أنه أكيد بتلاقي حدا يساعدها. Thank you.